أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بمبادرة ووترفولز كأكبر مبادرة عالمية للتعلم المستمر والتدريب التخصصي عن بعد. جزيل الشكر للحكومة الروسية على استضافة فعاليات قمة أقدر العالمية خلال شهر سبتمبر 2019. الآن هو ثاني معرض في العالم، ونتمنى إن شاء الله أن نكون في السنتين القادمات أن نوصل إلى الأول في العالم. والله شيء جميل، أنا يعني سعيد أن إندكس كمؤسسة وطنية تقوم بتنظيم مثل هذه المعارض والمؤتمرات في الإمارات وخارج الإمارات. الحقيقة نحن فخورين بما وصلنا إليه، وأعتقد أن إليه في تطور مستمر، وإن شاء الله راح يكون الأول إن شاء الله على العالم إن شاء الله. هذه منصة عالمية إنسانية ليس فقط للإغاثة، لكن لتحسين مستوى المعيشة وتحسين فكر الإنسان لحياة أفضل إن شاء الله. بعد مرور 12 سنة اليوم احنا واثقين أن في انعكاس قوي يبين ويبرهن أن هذا من أهم المؤتمرات والمعارض اللي موجودة في العالم كله.